ظهور الدعاة الجدد كان ليه دور في انتشار وظاهرة الفتاوى الشاذة؟ الحقيقة احترام التخصص أمر في غاية الأهمية، وقد تساءلت يوما في مؤتمر للإفتاء ما المقصود بالجدد؟ هل مجرد الشكل والمظهر؟ احنا القضية ليست في الشكل ولا في المظهر ولا التجديد في المظهر ولا شكل اللباس ولا الزي، وإلا فقل لي من أين يأتي قضية الجدد؟ إنما القضية في التخصص والعمق والفهم. وللأسف الشديد في العقود الماضية ما أصاب الدعوة والإعلام من الدخلاء كان شيئا يعني يحتاج إلى وقفة، وجد فترة كده حصلت الوقفة الحمد لله إلى حد كبير، ونصير في الطريق الصحيح سواء أنتم في مجال الإعلام أو إحنا في مجال الدعوة. جت فترة كانت الخطابة والدعوة متاحة للجميع، وانتحال صفة إعلامي وصحفي أو داعية، كنت أقول دول كانوا مهنة تملى مهنة له. كلمة داعية، مين اللي اعطاه كلمة داعية؟ انت عندك اما ان يكون رجل استاذا جامعيا متخصصا في العلوم الشرعية والعربية في جامعة الازهر، او عاملا في مجال الدعوة في الازهر الشريف او في دار الافتاء او في وزارة الاوقاف، او يحمل كرنيها من الازهر كواعظ بالازهر الشريف او كامام بالاوقاف او كواعظة. غير هؤلاء انا لا اعترف لا بجدد ولا بقدامة، نحن مرسخ للعمل المؤسسي. العمل المؤسسي يا بص يا خلبي، يمكن من النقاط اللي كانت خطيرة وتهدد كيان أي دولة الكيانات الموازية، صحيح، وتغليف فقه الجماعة على كيان الدولة، والخروقات خارج مؤسسة الدولة. لا تكون هناك دولة إلا بقوة مؤسسات وطنية. الكيانات الموازية وجماعات أهل التطرف والتي حاولت أن تخلق كيانات موازية ومن أطلقوا على أنفسهم دعاة جدد، يجب أن نقضي على أي خروق أو أي خروجات على الاتجاه المؤسسات. يعني مثلا أنا بقول لحضرتك على حاجة، هل لو واحد خد 100 بكالوريوس طب هل يمكن أن يصرح له دون الحصول على تصريح من نقابة الأطباء بالعمل بفتح مؤسسة طبية؟ عضوية النقابة تصريح بمزاولة المهنة. أيضا في المهندسين، المهندس المعتمد لابد أن يكون معتمدا من نقابة المهندسين. المحامي، هل كل واحد خد لسان حقوق يمكن كده يطلع يقول أنا محامي دون أن يتقدم ويعتمد من نقابة المحامين؟ أنا عن نفسي أنا لا أسمح بصعود المنبر إلا لمن يحصل على تصريح من الأوقاف أو لزملائنا من الوعاظ أو لأساتذتنا المتخصصين من الجامعة بتنسيق مع الأزهر الشريف ومع دار الإفتاء. وخارج المؤسسات الدينية الرسمية أي حد يصعد المنبر دون أن يكون من هذه الفئات المصلح له ناخد ضده الإجراء القانوني.